طب هل في الوقت الحالي الايفون 8 بلس يستحق كل الفلوس اللي بتدفع فيه دي ولا الموبايل لا يستحق الشراء قبل ما اقول لك اي حاجه اكيد ما تنساش اللايك سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك من دايما كل جديد اما دلوقتي خلينا نخش في تفاصيل الفيديو اهلا وسهلا بكم انا محمد ودي قناة امك ريفيوز وخلينا نبدأ باكتر حاجات ملفتة ليك او اكتر حاجات هتعجبك مع الايفون 8 بلس لو انت رحت اشتريته حاليا واول حاجة هي اكيد التصميم وده عام على كل موبايلات ابل ظهر من الازاز فريم من المعدن موبايل فخم جدا جدا وصعب انك تلاقي موبايل اندرويد في فئته السعرية بيقدم خامات زي ما الايفون 8 بلس بيقدم طول ما انت ماسك الموبايل في ايدك من غير اي جراب ومن غير اي حاجه هتحس ان الموبايل فعلا غالي الموبايل مصروف عليه وكمان الشكل الموبايل مازال شكله لحد دلوقتي يعتبر من الموبايلات الكويسه جدا فحوار التصميم من الاخر كده دي من نقط القوه اللي ممكن تعجبك جدا وتشدك للايفون 8 بلس تاني نقطه هتشدك للايفون 8 بلس هو الاداء عايز اقول لك ان الموبايل ده بيجي بالمعالج A11 Bionic. المعالج ده موجود في الايفون اكس اللي لسه لحد دلوقتي في ناس بتشتريه وما بتشتكيش تماما من الاداء بتاعه فال بلس هو نفس الاكس بالظبط هيدي لك نفس الاداء بالملي اداء ممتاز في الاداء اليومي اداء العاب اكيد ممتاز وتقدر تعتمد على الموبايل عادي جدا في تجربه الالعاب وتوصل لاعدادات في الالعاب كمان ممتازه لان المعالج ده لسه بيدي وبيقول لحد دلوقتي ما بيعانيش ما فيش اي حاجه الموبايل شغال كويس جدا وخصوصا كمان سوفت وير ابل الاي او ممتاز مهما يطول عليك السنين السوفت وير ده شغال كويس جدا واجهزه ابل بتقعد فترات طويله شغاله بدون اي مشاكل ثالث حاجه تعتبر قويه في الموبايل ده وبتميزه هي السماعات الاستيريو اغلب موبايلات سامسونج اغلب موبايلات اوبو اغلب موبايلات ريلمي بتكون هنا بسماعات مونو قليل او لما بتلاقي موبايل عليه القيمه او موبايل قوي بيقدم تجربه كامله جاي هنا بسماعات ستيريو وده انا بكلمك تحت ال 10000 جنيه صعب في الفئه السعريه دي تجيب موبايلات بسماعات ستيريو زي ما قلت لك غير موبايلات من شاومي وهتكون بمعالجات اقل كتير من الايفون ايد بلس. رابع نقطه مهمه جدا وكويسه وبتفوق فيها الايفون هي نقطه دعم ومقاومة الغبار والميه. انت تقدر تنزل الموبايل بتاعك ده في الميه عادي من غير ما يجرى له اي حاجه ودي ميزه مش هتلاقيها تماما تحت ال 10000 جنيه حاليا في السوق المصري، ممكن تلاقيها في الامارات او في اي دوله تانية لكن في السوق المصري صعب كل الموبايلات الموجوده هنا دعمة اخرها خالص طرطشه الميه ما فيش حاجه اسمها دعم مقاومه غبار وميه ودي ميزه كويسه جدا موجوده في الايفون 8 بلس هتستفاد منها جدا، اما بالنسبه للنقطه اللي بعد كده تعتبر كويسه جدا في الايفون هي البصمه الموجوده في وش الموبايل، انا عندي اعتراض اساسا على نقطه الشاشه وده هنجي في العيوب ولكن البصمه بتشتغل بكفاءه ما فيهاش اي مشكله يعتبر من اسرع الموبايلات دلوقتي في البصمات لو انت جربت الموبايل ده جنب اي موبايل اندرويد في بصمه كويسه جدا سواء كانت في زرار الباور او في الشاشه هتلاقي ان بصمه الايفون مازالت ممتازه مازالت سريعه مازالت ما فيهاش اي مشكله اما اخيرا بقى واهم نقطه في الايفون 8 بلس بتميزه وهو تصوير الفيديو لو انت بتدور على تصوير فيديو او انت راجل صانع محتوى فالايفون 8 بلس هيكون اختيارك وش بدون اي منازع مفيش موبايل تاني يقدر يديلك تفاصيل يديلك الالوان ويديلك كل حاجه في تصوير الفيديو زي الايفون 8 بلس. طب هل كاميرات الايفون 8 بلس وحشه؟ هي مش وحشه كويسه جدا ولكن اقدر اقول ان في موبايلات اندرويد ممكن تتفوق على الايد بلس دي مش ميزه قويه وحاجه بتميزه بشكل كبير غير بس نقطه تصوير الفيديو مش تصوير الصور العاديه. دي كده المميزات القويه الموجوده في الايفون 8 بلس، تعال بقى ما نتكلم شويه في العيوب، اول عيب في الايد بلس هي الشاشه هنا الموبايل للاسف بيجي بشاشه اولا بحواف تخينة من فوق وتحت التصميم ده يعتبر قديم جدا ومش متماشي حاليا مع 2023 انا كنت بقول ان التصميم ده مش متماشي مع 2021 و2022 بما و20 بالك بقى ب2023 فالتصميم ده غير مناسب تماما زائد كمان امكانيات الشاشه الشاشه ده اي بي اس فول اتش دي بلس 60 هرتز مفيش هنا موبايل في الفئه السعريه ده حاليا بيقدم لا شاشه اي بي اس ولا شاشه من الاخر كده 60 هرتز اغلب الموبايلات من الاخر كده هتلاقيها اموليد مع 90 او اموليد مع 120 والوان ممتازه وكل حاجه الايفون مش من الموبايلات دي تماما لا بيقدم حواف كويسه ولا كمان بيقدم شاشه تعتبر كويسه الحسنه الوحيده هنا في الشاشه هي ان الوانها رهيبه وممتازه ودقيقه جدا يعني لو انت راجل بتعمل اديتنج على الموبايل هتطلع الالوان المظبوطه او هتشوف الالوان الحقيقيه اكتر في شاشه الايفون 8 بلس او في شاشه اي ايفون عامه على عكس اي موبايل اندرويد بيفرقع الالوان وبيجملها وبيحليها فلو انت بتدور على الالوان الحقيقيه هتروح للايفون مش بتدور على الالوان الحقيقيه وعايش شاشه لمشاهده المحتوى ممتازه وممتعه فأكيد الأيفون مش هيكون من ضمن اختياراته. أما بالنسبة لتاني عيب في الأيفون 8 بلس هي تعددية الكاميرات الموبايل ده للأسف بيجي بكاميرا أساسية والكاميرا التانية هي كاميرا زوم عشان تاخد بيها صور البورتري ما فيش كاميرا الترا وايد ما فيش اي حاجه تالت نقطه هي تصوير الكاميرا الاساسيه الخلفيه بالليل للاسف الايفون 8 بلس ما نايت مود او ما الوضع الليلي طول ما انت بتصور الصبح وبتعتمد على الموبايل ده في ظروف الاضاءه العاليه هيديك صور مرضيه جدا تكاد تكون قريبه جدا من اي موبايل اندرويد موجود في سعره ولكن مجرد ما ظروف الاضاءه تقل وتخش في ظروف الاضاءه الصعبه للاسف الايفون 8 بلس هيخيش معاك تماما ومش هيدي صور كويسه

رابع نقطة ممكن أتكلم فيها هي الكاميرا الأمامية وبرضه نفس الحكاية الأيفون 8 بلس لو هتعتمد على الكاميرا الأمامية بتاعته فهو مش أفضل كاميرا أمامية في الصور سيبك خالص من الفيديو ولكن طول ما أنت بتصور في إضاءة كويسة الموبايل هيطلع صور معاك تمشي الحال ما فيهاش أي مشكلة تخش بقى في الإضاءة الصعبة للأسف الأيفون بيكون من أسوأ الموبايلات في الفئة دي أما بالنسبة لآخر عيب بقى موجود في الأيفون 8 بلس هي تجربة البطارية الموبايل ده أول ما نزل كان بيقدم تجربة بطارية ممتازة كان أحسن من الأيفون إكس وكان كمان بيطول على الايفون اكس بس خد بالك ان الموبايل ده موجود من 2017 عد على ايدك كده هتلاقي ان دي السنه السادسه اللي بتعدي على الايفون 8 بلس موبايل هتلاقيه مستهلك مش هتلاقيه بحاله كويسه او ان جبته بحاله كويسه ففي الطبيعي الموبايل مش هيكمل معاك اليوم وهيحتاج يتشحن معاك تاني في نص اليوم وكمان تجربه الشاحن مش افضل حاجه برضه ولكن عشان حجم البطاريه صغير فهتاخد تجربه شحن من صفر ل 100% في, في حوالي ساعه ساعه وربع ممكن توصل معاك لساعه ونص فعشان حجم البطاريه القليل هتلاقي الشحن بيخلص بسرعه اكتر من اي موبايلات تانيه لو فيها شواحن بطيئه ولكن كسرعه شحن اساسا هي تعتبر بطيئه جدا بطاريه مش افضل حاجه فدول عيبين لازم تاخد بالك منهم فمن الاخر كده في اخر الفيديو لو انت بتدور على موبايل للايديتنج بتدور على موبايل لتصوير الفيديو بتدور على موبايل اداؤه قوي ومش فارق معاك خالص شكل الشاشه عامل ازاي وبتدور على تصميم فخم ومن الاخر كده انت شخص بتدور على لوجو ابل عايز تتبقى بالموبايل بتاعك فالايفون 8 بلس مازال موبايل يستاهل انك تشتريه اما بقى لو انت بتدور على التكنولوجيا بتدور على موبايل بشاشه ممتازه بحواف ممتازه شاشه اموليد 90 هرتز او 120 بتدور على موبايل من الاخر كده في تعدديه كاميرات كاميرا اساسيه وكاميرا الترا وايد من الاخر زي ما قلت لك انت شخص بدور على القيمة مقابل سعر وبدور على موبايل فيه كل حاجة انت عايزها فللأسف الايفون 8 بلس مش هيقدر يوفر لك النقطة دي تماما والاهم انك عايز موبايل اعتمادي يكمل معاك اليوم وخصوصا لو انت بتقضي يومك كله او اغلبه بره البيت الايفون هيتعبك هتحتاج تمشي باور بنك في اغلب الاوقات دي كل حاجة عن الايفون 8 بلس وهل يستحق الشراء في 2023 ولا لأ وانا لو هقول رايي في اخر الفيديو هقول بالنسبه لي انا وبالنسبه لاحتياجاتي الايفون 8 بلس لا يستحق الشراء بالنسبه لي ولا يستحق ان احط فيه فلوسي في 2023 عشان تجربه البطاريه للاسف انا بحتاج موبايل يكمل معايا اليوم لان ببقى اغلب اليوم كله بره البيت فهيكون صعب الايفون 8 بلس يكمل معايا لان هحتاج اشحنه او احتاج امشي بباور بانك وفي الحالتين انا مش هعرف امشي بباور بانك مع التليفون لان الموضوع هيبقى صعب جدا ما تنساش اكيد في اخر الفيديو لايك سبسكرايب وتفعل الجرس يوصلك كل جديد وكالعاده انتظروا في فيديو جديد سلام